السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ صبير جانا فيديو جديد، حلقة جديدة عن محاكي المزرعة. بهذا الفيديو راح نكمل المهام اليومية، والهدف انه نجيب 200,000 دولار او يورو في عملة هذه اللعبة، وليس مثل ما ظنوا البعض انه نجيب 200,000 مشترك، لانه هذا الرقم شوي يحتاج وقت، يعني يحتاج، هو مو وقت يعني يحتاج يعني هيك دعم من عندكم اسطوري. فاليوم راح نكمل شو عم نعمل في الحلقة السابقة ان شاء الله، بس خليني ندار بشكل صحيح وبعدين بنروح ننتقل الى المكان اللي بعده. بس ما يروح يتشك على المكان اللي مو محصول مو محروس. تمام، اشتغل بالمكان المحروس هون. تمام الوضع عنده. هل ما يبهمني؟ هي ما بتهمني، هي ما بتهمني. انت كمل شغلك. طيب انت خلينا نعبي هي فضيها شوي ونروح نفضي قسم منها في السيارة. طبعا بدي اليوم اسألكم كم سؤال قبل ما نبلش الفيديو، قبل ما نبلش نلعب. امبارح انا بالفيديو الاخير عملت لكم اياه، ها 80% عملت لكم اياه 25 دقيقة 30 دقيقة. هل هذا الشيء عاجبكم ولا بنرجع بنرجع لكم اياه 15 30ات؟ ما بعرف. فلذلك هذا الشيء بدي انتظر تكتبوا تحت التعليقات رأيكم فيه، لانه مهم جدا 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 مهم، يعني مو شوي، لانه هذا الموضوع هذا مثلا هلا رح صور انا فيديوهات، اعرف انه انتم تحبوا النص ساعه ولا 20 ولا 15، يعني ارجو انه تكتبوا لي تحت بالتعليقات، حتى لو كان هيك لعب ما في حكي كثير او معلومات مهمه، يعني عرفت شلون. فبتمنى انكم تكتبوا لي تحت بالتعليقات، يعني بتريدوا تشوفوا كل يوم فيديو 15 دقيقه ولا بتريدوا تشوفوا فيديو نص ساعه معلش يومين، كل يومين فيديو انهي افضل لكم، او لا تريدوا كل يوم نص ساعة وكل يوم تلت ساعة. فيا ريت تكتبونا تحت بالتعليقات، هذا شيء مهم جدا حتى نعرف شو نقرر ان شاء الله بالمستقبل. انقطع نفسي، شلون هذول بيحكوا فرد سحبة يا زلمة اليوتيوبر؟ يا زلمة انقطع نفسي وانا عم بحكي. حرفيا انقطع نفسي. طيب خلينا نقرر، لا شو كان ندخل جوا هيك. ايه تمام، هلا خلينا نروح نعلي الصوت. تمام، طبعا عليت الصوت مشان تسمعوا انتم بشكل جيد، وانا وطيت الصوت عندي. طبعا في ذكر شيء مهم جدا، فيديو امبارح نزل بالقناه الثانيه عن لعبه سيارات جديده نزلت، يا ريت تروحوا تشيكوا عليه. هو طبعا تلاقوه، الفيديو راح يطلع لكم مكتوب تحت صندوق الوصف، او راح تشوفوه فوق يطلع لكم ان شاء الله، محل ما يطلع البطاقات فوق على اليسار. تكبسوا عليه بتشوفوا الفيديو الثاني. طبعا ما بنخلصوا هذا الفيديو، بتروحوا تشوفوا هذاك الفيديو واعطوني رايكم وتقييمكم عن هذاك اللعبه، او رايكم فيها يعني بننزل عنها كمان ولا نسحب عليها. تمام، وبس ما في شيء ثاني، والله خلينا نكمل مهامنا اليوميه في هذه اللعبه. ابو تبيت شوندر؟ طبعا الفيديو الماضي كنت نسيان اقول لكم انه هذا شوندر سكري مو بطاطا، فسياره تعبت 80% غالبا ما راح الحق افضيها وارجع، يعني غالبا راح اتوقف في نص الطريق هذيك. والله مشوار يا زلمه، ايش هالبحر الحلو. يا رب يا رب. وين الغماز؟ ليش مو طالع هون على الشاشه انه في عندي انا غماز؟ اوف. طبعا في شيء قبل ما نفضي هون باك، هاي دور. في اثنين بس، نوعين. طيب حلو، اتوقع هو هون كان التفريغ، بس انا كترت لاني منتهي بالشاشة فوق وعلى اليسار، عم نعيرها، عم بشوف كيف انفتح الباب او ما بتزبط. شيت مان، هي بضيعة كتير، وقف. وصلنا للتفريغ، هي قطعناها عنها كثير ولا تأخرنا كثير عليها بما فضت عبت مرتين.
والله هو شوف الشواندر كتير مزعج مثل البطاطا، بس ما توقعت هيك. هل هذا عم نشتغل فيه؟ هذا عم نشتغل فيه تبع ال ايوه عرفته، هذا لسه ما اشتغلنا فيه. الارض مقل الارض 22. هاي معقول هي ليش عم ترمش؟ هاي هون ممكن عم نحرس. لا هلا هون ارض 14 والارض 27. وين هاي؟ هذول اتنين جنب بعض. تمام. طب ايش هي الارض رقم 26؟ 26 في ارض ثالثة معناته. رقم الارض 14 14 14 14. عرفت عرفت، هي تبعت القطن. طيب من نصفها هيك على جنب. طبعا هاي انا اشوفه، بدي استنى شوي، بس قبل ما استنى لكم شوي رح فرجيكم اشي. وين وين ها وين ها؟ يب 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 يب، هذا ميتوري، هذا بستخدمه عشان افتل فيه بالضيعة، اشعشع شيء يعني، اشعشع على الغراض تبعوني، بس من قدام مو حلوة. خليني امسك من برا. شت، شلون بدنا نجهز هذا؟ حلو، هاي ما كان حساب. ما بعرف الصاب ولا الميتور قلب بطل جلس، فخلينا ننسى بنرجع لسيارتنا هاي اللي راح تتعبى. و اوه في 80% طول بالك، في هاي 80% وينها؟ هاي تعال يا معلم نروح نفضي هاي اهم، فيها 80%. هذا الدراكتور اللي ماله ضوء قدام، مظلوم من ورا هيك لما مسميه ابو دراكتور ضوء قدام. نايس is very nice. شلونك عمو؟ كيفك؟ ايش اخبارك؟ ما عرفت ليه الحمراء ليش محطوطة صحيح من قدام؟ حيرتني يعني، حيرت العلماء اللي معي. ايوه ايوه معلم، مسكوت كثير والله. هاج معلم، والله لسه ملياني. حاول توقف، نروح للتراكتور الثاني اللي هو هذا. لما هي دوب نلحق ونروح نفضيها ونرجع نعبيها مرة ثانية. قبل بدنا نورجيكم الميتور اليوم. بس ليش قلب معي؟ ما عرفت يا زلمة قلب، والمشكلة ما حاطط مود تبع هذا تجهيز السيارات. توقعت ما يقلب، حظ بيض. قلت الحزينة تفرح ما لقت لحالها مطرح. اهلين بالمعلم، والله شلونك معلم سمير؟ والله ما بتوقع انه بلحق اروح افضيها وارجع لك. انتي ما شاء الله رح تتعبي. روح لنشوف بلكي بهالعقد اليوم نختم اللعبة. قول يا رب. هاي ضوء الشمس طالع والصبح بحكي عم نشتغل، قايلين يا رب، ويعني كل عوامل الصحة عم نشتغل فيها يعني. جمع هذا يقول انا مقضيها نوم، هي عم بشتغل من طيب الصبح، عفوا من وجه الصبح، مو من تويزو، لسه مو وصلنا لتويزو. يعني بتعرفوا انتم. المهم اتس اوكي، خلينا نروح نشوف. اوه محصولي هون طلع، اوه ماي جاش، لازم نيجي نحصده. وات ذا فاك مان. الله الله، بنحاول بنلخص، مو بنلخص بنخلص، مو بنلخص بنخلص، ايوه بنخلص بنخلص هذيك و اسمه. او نرجع نروح نشيلها، عفوا نجي نحصد. هو اساسا كله على بعضه، مضى هنيك كثير يعني، او تراكتور او تراكتورين. لك لك تاخرنا تاخرنا، انا نسيت. الله حقك علي، هو لو الاسهم تقدر تتحكم فيها كمان. اوكي والله الطريق ممل يا شباب. مين مال معي؟
والله معلم الراس قد ما نط التريلا ثابتة. أنا كنت أفكر التريلا ترقص معه. أنا على الريض والله فوقا على السرعة بقدر أدخلها. والله مستحيل مستحيل مستحيل. مستحيل على السرعة نفسها أقدر أدخلها. مستحيل إجباري لازم نهدي إجباري معلم إجباري. راحين نغير عملية التفريغ. لا لازم هذا الطرف. لا مظبوط هذا الطرف. إنه الشوندر السكري يرمى من السيارة. صار 35%. حلو. هنش قد ضل؟ ضل بدنا 69%. والله كتير يا معلم. أتوقع هاي تبعية الشوندر السكري اللي تعبت. أتوقع ذلك لأن هذيك لسه بدها وقت. فما بعرف اذا بنلحق ولا ما بنلحق عليها قبل ما توقف. قولكم كم متر اللي ظل؟ هلا اذا جبنا بكل تريلا عم نجيب شي 13 او 15% صح؟ لا هي ثالث تريلا. شلون 15%؟ هي ثالث تريلا مو؟ هي تريلتين الحلقة الماضية لا اي تريلتين الحلقة الماضية وهي حلقة. هي تريلتين صار اربع تريلات. روحي اي لقان اربع ثلاثة والله نسيت. طب هلا بنشوف بس نفضي هاي بيجي معنا كم متر اللي صار فضينا. هاي شوفوا شوفوا شنو شوفوا شنو عم بمشي بالسيارة. احتراف. خلي طلع 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 شوف شوف شوف. الله الدوبلي والله معلم بالمدوبلي. لو خلينا نفتح الغطا. طبعا طبعا الشوفير يلا عم يشوفوا. يا الله عسول فتح الغطا. لو هيك بالحقيقة يا ريت. ضروب زمور هوا. طبعا اذا بدكم انزل لكم على لعبه سونرون اكتبوا لنا تحت في التعليقات. اه يعني والله عم بستمتع فيها عم بلعب فيها لحوالي. ما بعرف اذا بدكم انزل لكم عنها اسوي لكم فيديو نختم لنا شي ميشن اكتبوا لنا تحت في التعليقات. ما بدكم خلاص كنسلوا على الموضوع تروح لكم ما سمعتوا شي. تمام. يعني هي لعبه ايش اسمها السيارات الجبليه وسيارات اللي هيك تمشي بالطرقات ما بعرف وين. هاي خليه هون تفضي. هذا الزلمة لسه عم بينحت. هاي ترى ميتو لسه ما جلس. حلو والله الأرض ما ضلت كثير. يلا أربع خمس دورات. خمس دورات اثنين سوا على فكرة. أي والله طلع نفس المسافة تقريبا. لا والله هون أقل. والله لو ما أخذ هذيك أشرف لي. يعني هون مشغلين ماكينتين كرمال شغلة وحدة. أما هنيك مشغولة ماكينة بس. بس كمان بالمقابل يعني المربح هنيك هون اكثر من هنيك بمراحل. يعني صح الاجور يمكن تجي قد بعض كاجور ثابته بس ولكن في بالمقابل اجور غير ثابته. يلا دي خلصيني خلينا نشوف وين نفضيها. تمام. هاي رقم الارض ايش قد؟ رقم الارض ده 27 27. هاي بورتسون نفس المكان. يا الله نفس المكان. كده حاطين تلات هاي للقطن. هاي لا ايش كان. هاي للأرض رقم 22. ايوه هاي للقطن وهاي هون وهاي هون. يس. طب اجت 27 واجت 26 ايش قد اجى هون؟ 27 2000 26 700. ما في منافسة بيد ابدا ابدا. لا يقارن السعر ابدا. طبعا هون طلع الضوء وهذيك الماكينتي الحمراء شايفينها اخر الافق. ايه هي ماكينتي وركبنا بالدكتور الميت. الله يساعده. منيح انه بيقدر يمشي. شو بده يروح يرجع هذا؟ مستحيل يروح يرجع. وقف لي هون. مستحيل اروح فيه وارجع يا زلمه. حتى لو كان اجرب بمليون كان بدله بهي ال شو اسمها
بهاي تبعية التنظيف الطريق يعني. هذاك مستأجرينه بس يعني، يعني بنصبر على التنظيف بس ما خلينا نصبر على النقل. خلي وين هاد وين هذاك يا زلمة الدبل. لا وحتى ما تدلوا الميتور، انا كنت هاد وقتها. هي ضو قدام ضو ورا ضو كل شيء. بعدين معلم طقمات يعني طلع ازرق بازرق. حلو هاي 60% نايس تمام جميل جدا. هاي 60% 27 والله. التريلا الثانية وخالصين. طبعا بروح احصفها هنيك ما عاد مهم. نروح لحق هلا قصب الشواندر السكري. طب هلا الشواندر السكري اتوقع انه صار تريلا ثانية مشان ما نوقف. خلينا نروح عليها عندها بعدين ناخذ هاي. نجي ناخذ هاي تعبت ربنا يا زلمة. يلا يسر ما بعرف نلحقها ما نلحقها الله اعلم. لان تدويرتها بالطريقة كتير. على صار خسرنا 2000 ورقة معلية. مهدينا شوي عم صار فيها 80% وعلى اساس عم نرقد رقد. يا هم لالي روح تيسر لك لك عم نرقد رقد وصار فيها 80% ما وقفنا ابدا. طيب بنفضيها ونرجع. طبعا هي خلصنا الارض رقم 26 عقد الحرث الارض. بس طبعا رح اخد شوف ايش في عقود متاحة حاليا. ناخذ هيك عقد يكون محرز مثل ما يقولوا. والله ما في عقد يسوى. طب خلينا نروح نرقد بسرعة نرجع لارضنا. العقد رقم 10 خلص او فضل حتعبى السيارة يعني صار 10 8% يعني بين ما نوصل يكون فول صارت. يعني هو لو مكان تفريغه قريب كان ايزي بس المشكلة كتير بعيد. فول خالص ما نطلع. والله كنا نريدك ما توقف ابدا يا شيخ. انت ما شاء الله كان صاروخ ايش عمل لك يعني. على اساس نخلص اليوم ال 200 الف ما بعرف ما بظن صعبة. هاي اثنين فل الله اكبر. انا تانك فل. يمكن الماكينة هو رقم 14 باي ان اي اي. عرفتها والله يا معلم تبع الاي. بدنا نروح نجيب التراكتور هذاك. طب نفضيك. طب خلينا نفضي رقم دي بالاول. طب انا اتوقع جي خلص. جي خلص بس عم يشتغل يا مني مصاري الله لا يوفقه. خلينا نوقف الجي خلص العقد تبعه لاني واعمل له كولكت. او خلينا اعمل له من هون كولكت مشان ما يضل يشتغل فيه. هذا هو كولكتد تمام. طبعا هلا الارقم رقم العقد 19 بوقف. مو 19 قلت 26 وقفت تمام تمام. هاي هون لسه عم يشتغل. اوه طب وحدة ايوه هي ما كنا عاقبين لك حساب يا معلم. صوتك انت قالب. وينو هاد التراكتور تبعي؟ نمشي لنشوف. نعم في كمان هاي نسينا ناخدها. لو جايبين مود فول مي يلا عادي عادي. خلينا افضل الحصادة وحاول للفيديو اليوم. فيديو البكرة من كمل نقل القطن وتخليص العقود. يعني كنت متوقع حالي انه بخلص هذا الفيديو شكله طلع الشغل كتير. يعني اول ما بلشنا بالفيديو كان معي تقريبا 100 و2000
هون احنا صار خسرانين شي 4000 وما عاملين شي ابدا، بارك الله فيهم الله يعطينا العافية. فيعتبر هاي نقطة سلبية علينا، حتى أرضي ما حصدتها مشان أروح أبيع المحصول. فمن الواضح إنه في عنا فيديو تاني منزله عن محاكي المزرعة، وجوز فيديوهين كمان أو ثلاثة الله أعلم. بس المهم تكتبوا لنا تحت التعليقات رأيكم بشد مدة الفيديو الطويلة، بتحبزوها طويلة بتحبزوها قصيرة 20 متوسطية. فبتمنى هذا الاشي تكتبوا لي تحت التعليقات. وفي حال انه مثلا وقضا هيك يعني جاي على بالي العب، بس ما في هيك سالفة افتحها معكم او احكيها، يعني جاي على بالي اسال العب هيك بس العب من دون ما احكي، بتحبزوا هيك فيديوهات ولا ما بتحبزوها؟ فيا ريت تكتبونا تحت التعليقات، يعني اذا بتحبزوها حتى انزل لكم فيديو، يعني حتى لو انا ما عم بحكي، يعني وين المشكلة؟ يعني بتنزلوا بتشوفوها اذا بدكم، ولا بتحسوها مملة وانه انا ما عم بحكي معكم انه بايخة وهيك ما بعرف، يعني بتحبوا تسمعوا صوتي؟ فأرجو انه تكتبوا لي التعليقات وبس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.